أم محمد من 5 سنوات بنت بيتا جديدا، وتقول أنها وضعت أساسا قويا يعني، لكن يبدو أن حدثت تشققات بعد 2 عامين ويزيد عن هذا. فتسأل هل العين لها علاقة بهذه التشققات التي حدثت في البيت شيخي الكريم أعزكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا نقول إن العين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر، لكن كل ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى. فنقول أولا الحسد ثابت، لكن بالنسبة للسؤال احنا عندنا سبب وعندنا نتيجة. السبب أنه من الممكن أن يقع ذلك من العين أو من الحسد، لكن الآن النتيجة أن الأساس قد تصدع، فيبقى هنعمل إيه مثلا؟ نجيب مية بقى ونقر عليها ونرميها على الأساس يتصلح؟ لا، السبب العين حق والحسد ثابت، لكن النتيجة الآن أنه تصدع، يبقى لابد أن يعالج علاجا هندسيا. وإن كان السبب هو العين يبقى لابد أن نفرق ما بين هذا وما بين ذاك، هناك سبب وهناك نتيجة. النتيجة لابد من الأخذ بالأسباب، ويشوف المهندس اللي لها ما عرفش السبب، أظن أنه يعني ليس متمكنا من علمه فلتبحث عن غيره يعني. أكيد في علاج لهذه التشققات يعني. تمام، أيا كان بقى العين أو غير العين، السبب النتيجة السبب. تعالج بقى هندسيا يعني أكل أكلا ومرض أو مرض دون أن يأكل. المهم أنه مرض شفاه الله وعفاه فيذهب إلى الطبيب ويعالج. ده صحيح. جزاك الله خير شيخنا الحبيب.